اهلا وسهلا في اللعبه واللي هي عباره عن نظام بيحسن حياتك. اليوم راح نخصص هذا الفيديو لنحكي عن الاخطاء الشائعه اللي معظم الناس اللي بتشارك في تحدي 60 بتوقع فيها، عشان تتجنب وتتجنب ان شاء الله انكم توقعوا في هاي الاخطاء. هذا راح يكون الفيديو لليوم. لا تنسى يا بطل كسر لي كبس اللايك وانزلوا حي بعض بالكومنتات، اكتب 10 الابطال واطلع لي بالانترو. سهل الشباب، شرفتي أبطال الجنة اليوم بحلقة جديدة من سلسلة اللعبة. من ملاحظتي في تحديات 60 السابقة إنه في كثير ناس توقع بأخطاء جدا واضحة، وهي الأخطاء بتظلها تتكرر، فبنخصص إن شاء الله هذا الفيديو لنتكلم عن هذا الموضوع. للي ما بيعرف شو هو تحدي 60، هو ببساطة عبارة عن فترة زمنية مدتها 60 يوم بنقوم فيها بوضع أهداف شخصية واقعية وبنبلش نشتغل عليها لمدة 60 يوم. بعد 60 يوم نوقف شهر وبرضه بنعيد الكرة وبنعمل كمان 60. احنا الآن في 1/8/2020 ان شاء الله داخلين في تحدي 60 الرابع، والتحديات السابقة خلتنا نجمع بعض المعلومات لنفهم بالضبط ايش الأخطاء اللي بظلها تتكرر. اول مجموعة أخطاء بتتعلق بتحديد الأهداف. احنا حكينا وخصصنا بحلقة لموضوع الأهداف، ما بعرف تطلع هون او بتطلع هون، لكن عشان تعرف انه هدفك واقعي ولا غير واقعي لازم تشوف هذا الفيديو. لكن بالعموم بموضوع الأهداف، احنا حاطين مدة 60 يوم نحاول نحقق فيها هدف. طب الإنسان اللي عنده هدف بده سنوات ليوصله، ايش اللي لازم يعمله؟ بكل بساطة انت لازم يكون عندك خطة لكل الهدف تبعك، امتى حاب توصله، وتقسمه على مراحل، وتحاول تخصص في هاي 60 العمل على مرحلة من هذا الهدف. هاي اول شغلة. الشغلة الثانية، تعدد الأهداف مربوطة بالحماس الزايد. فخلينا بس نحكي أول شيء عن تعدد الأهداف. أنت لما توضع لحالك أهداف كثير بدك تسأل نفسك، هل أنت في الست شهور الماضية قدرت فعلا تحط بفترة زمنية أكثر من هدف وقدرت تحققهم؟ الحقيقة بتحكي أنه معظم الناس غير قادرين على هذا الشيء. هل هذا إشي مستحيل؟ لا مش مستحيل، لكن رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. كل إنسان عنده قدرة خاصة، وهو الوحيد اللي عارف قبل شهرين شو أنجز في حياته. فإذا قبل شهرين أنت كنت طالع من انتكاسة، هذا الإشي طبيعي بصير مع كل البشر. الصحيح أنك خلال هاي 60 توقف على إجريك وتعرف تدير المنظومة اللي هون، وهي شغلة كثير ناس بتتغاضى عنها، وأنا مش عارف ليش. إحنا عايشين في عالم إذا أنت مش عارف تدير المنظومة هاي ولازم تخصص لها فعلا فترة إنك تعرف فيها نفسك. الناس اللي مش عارفة توقف تسويف، في أشياء بسيطة لازم تعرفها عشان تقدر تأخذ أكشن لما يصير عندك تسويف. فإذا بتعتقد إنه أنت لازم تحط أهداف متعددة إلك في تحدي 60، شوف بكل بساطة شو عملت أنت في خلال الشهرين الماضيات في حياتك. إذا ما كان عندك إنجازات معناه لازم تركز على إنك تبني فعلا منظومة تقدر تتعامل فيها مع نفسك عشان تقدر تزيد في التحديات القادمة الأهداف تبعتك. وأهم هدف أنا بعتبره مفروض على أي إنسان بيشارك في أول تحدي 60 لإله، هو إنه يعرف نفسه في هاي الفترة. ولا تستهين بالنشاطات اللي لازم تعملها كل يوم. أنت في عندك كورس بدك تعرف فيه كيف تلعب هاي اللعبة. الدنيا عبارة عن لعبة، لعبة استراتيجية، مش زي فورتنايت ولا ببجي. هاي ألعاب تلعبها ساعة وبتنبسط، لكن اللعبة اللي إحنا قاعدين نلعبها أنت بتقدر تروح فيها وين ما بدك، وانت برضه ممكن تعاني فيها معاناة مستحيل تعيشها في اي لعبة ثانية. فمن الذكاء انك على الاقل تاخذ تعليمات تشغيل هاي اللعبة، تفهم بالضبط كيف تلعبها. في كثير ناس فعلا عندهم موضوع الخوف، انا بكرره كثير لانه عندي كثير ناس خوف من لا شيء، خوف من اشياء وهم. طب انت في خلال هذا اليوم لو خفت دقيقتين انت خسرت هاي الدقيقتين، وكثير ناس ما بتخاف بس دقيقتين. فابني هاي المنظومة لنفسك. فاي حدا اول تحدي 60 له، انا هيني ثائر بحكي لك لا تركز غير على النشاطات الأساسية اللي هي اللعب ستاندردز، وإذا كان عندك نشاط يومي حاول عدل فيه، حاول زبطه عشان في التحدي الجاي ما تفكر فيه كثير. يعني ما تحط لنفسك أي هدف غير الاستمرار، وهذا كلياته بحكيه عشان أتأكد إنك تكمل وتأخذ لوحة التحكم اللي أنت لازم تطلع فيها من نهاية هذا التحدي. لأنه بعدها والله العظيم يا إخوان الدنيا هاي انك تسيطر على نفسك فيها مش هالإشي الصعب، لكن معظم البشر عايشين في دوامة بدي أبطل، بدي أبطل أسوف، بدي أبطل هاي الشغلة، والله بدي أبلش أعمل هاي الشغلة. إله سنين، اسأل حالك اللي إذا كنت من هذول الناس إلهم سنين قاعدين بيحاولوا
يطلعوا من هاي القصة. يعني بالعربي إذا شد حاله أسبوعين لست أسابيع انتهى الموضوع، خلص ببلش الإنسان هذا ينمو. فركز على أنك تفهم نفسك وكيف تسيطر عليها، هذا أفضل هدف ممكن توضعه لنفسك إذا كان أول تحدي 60 لك. ثاني شيء الحماس الزايد، كلياتنا نتفق بانه تحدي 60 هو شيء رائع، وضعين اهداف لنفسنا، وراح تشوف كثير ناس قاعده بتعلن التحديات فراح تحكي اوكي انا بدي اتعلم انجليزي. والله العظيم في واحد بالضبط انا بس بحكي لكم بالضبط شو الاهداف اللي حطها، بيتعلم انجليزي وبرمجه وديزاين في تحدي 60 واحد. هذا الاشي خطأ تماما، احنا اتفقنا لما نحقق اهداف بس ما اتفقنا لما نكون منطقيين. ارجع لورا، طلع على ايش انت بتقدر تعمل وحط في بالك بانه انت راح توقع خلال هاي الستين. ايش قصدي راح توقع؟ راح تمر في ايام تكون صعبة عليك ان كانت من حياتك الخاصة او بانك قصرت في بعض الامور. فالشخص اللي حاط اهداف هو اصلا مش قادر عليها باول 3 ايام لاسبوعين راح يكون منتهي ومش قادر يكمل في التحدي، لانه برمج دماغه بانه انا بدي اتعلم انجليزي وبرمجة وتصميم في 60 يوم، وهذا الاشي مش صح. فموضوع الحماس الزايد لا تخليه يأثر عليك وانت بتوضع الاهداف. اهدافك لازم زي ما حكيت دايما تكون قادر تكتبها على ورقة، قادر تقسمها على اسابيع، وقادر تقسمها ايام ومهمات يومية، بالضبط تعرف كم بدك تصرف من وقتك خلال هذا اليوم لهي الشغلة. هاي الطريقة الوحيدة اللي بتقدر تعرف فيها اذا انت قادر على انك تحقق هاي الاهداف ولا مش قادر. فلا تخلي الحماس يعميك عن الواقعية ويجي يوم ما تكونش اصلا موجود في هذا التحدي. فهي ثاني شغلة ونقطة بسيطة لازم برضو اذكرها، انه احسب انه راح يجي يوم وتوقع. هذا الاشي راح يصير، فجهز له سيناريو. احنا حكينا في الحلقة الماضية انه اذا كانت عندك مخاوف مبررة من اي شيء في هاي الدنيا، الطريقة الصحيحة اللي تتعامل معها انك تجهز سيناريو. ايش راح اعمل لو هذا الخوف ظهر؟ فنفس الموضوع بدك تتعامل فيه مع كثير اشياء في حياتك، واحدة منها انه الوقت اللي انا راح اوقف اذا انا صحيت بيوم من الايام وانا مش قادر اعمل اي اشي، ايش بقدر الان اجهز سيناريو اعمله ليخليني امر من هذا اليوم. ولعلمك كل مودك كل الوعي تبعك بيختلف من يوم ليوم، مما يعني انه اليوم لو كان جهنم بكرة ممكن يكون جنة. الموضوع بيرجع إلك ولإصرارك انه اليوم اذا انتهى كل اشي صار فيه. فللجميع مش بس للجداد، للجميع اكتب على ورقة ايش راح تعمل اذا ظهر الاشي اللي دايما بيظل يوقعك. فهيك صاروا 3 شغلات. ورابع شغلة، لا تقارن نفسك بغيرك. الان راح تشوف انه الناس راح تبلش تتحدى بعض، وهذا لا يعني بانه انت تشوفهم قاعدين بيتحدوا بعض في اشياء انت مش قادر على تحقيقها انك تبلش تطلع عليهم. هذا برجعنا لحلقة لعبة المال لما حكينا في قوانين لعبة المال انه لا تقارن، العب لعبتك، لا تقارن نفسك في غيرك، لانه انت فعلا قاعد بتلعب لعبة خسران. انت حياتك غير، انت يومك غير، انت نشاطاتك خلال اليوم غير، انت بتنام غير، انت بتنبسط باشياء ثانية، كل حياتك مختلفة عن اي انسان. أقرب شخص عليك أخوك أو أختك، هذول الأشخاص قد ما هم قراب عليك عايشين حياة مغايرة تماما، فلا تقارن نفسك فيهم، فما بالك بالغريب. هاي رابع شغلة. وخامس شغلة، اعرف بأنه أنت يمكن خلال هاي 60 ما راح تحقق أشياء زي ما غيرك راح يحقق. وبرضو نفس الموضوع، إذا تحدي 60 تبعك الماضي عملت فيه كل اللي بتقدر عليه بس ما حسيت بالساتسفاكشن، ما حسيت انك انجزت اشي كثير، اعرف انه يمكن هذا التحدي راح تعمل فيه كل اشي. سبحان الله، الرزق بتوزع من ربنا بهاي الماهية اللي احنا ما بنقدر نفسرها. انت بتسعى وبتعمل اللي عليك، المهم اربط نجاحك بانك بتعمل الستاندردز اليومية، اربط نجاحك بانك بتعمل المهام اللي انت واضعها لنفسك للهدف الشخصي. هيك اربط نجاحك، لا تربطه بانه والله لازم اوصل لاتقان هاي المهارة، لانه يمكن ما تقدر تتقنها بهاي الفترة، لكن انت وضعت لنفسك جدول وبما انك ثبت عليه انت هيك ناجح. فبدي منكم هاي الشغلات كلياتها تحاولوا تكتبوها وتذكروا نفسكم فيها، لانه احنا كبشر لما يجي الوقت وتجينا الانتكاسة ما بنتذكر اي اشي، مع انه من المنطق انه انت عملت اللي عليك، من المنطق في معظم الاوقات، من المنطق بانه بكرة مش راح يكون زي اليوم. اكتب السيناريوهات اللي ممكن تتوقع انها راح تصير ولا سمح الله وهي راح تيجي، لكن
لما تيجي الانتكاسة افتح دفترك وطلع عليه، لأن حكيت لكم هذا مش دفتر مواعيد، هذا دفتر خاص جدا لدرجة انه مش لازم اي حدا غيرك يفتحه، لازم تكون كاتب فيه اشياء تقدر تتصرف فيها لما يظهر اشي انت كنت مستنيه، خوف كان، انتكاسة، مشكلة، لانه وقتها انت مش راح تكون بانيكينج يعني مذعور في الاشي اللي صار، او مثلا لما تنتكس يكون الجو العام تبعك انه انت انسان خلص مكتئب. في هذا الوقت انت غير قادر على اخراج حل هذا الموضوع من داخل راسك، فبتروح للدفتر اللي كتبت فيه شو لازم تعمل اذا صار هذا الاشي. بكل بساطة هذا الحل لمعظم الناس، اكتب السيناريو، اكتب السيناريو. هاي من اهم الشغلات اللي ممكن الواحد يعملها مع نفسه. ومن الاخطاء برضو الجسيمة اللي بيوقع فيها بعض الابطال والاقدام كمان منهم، انه ما بيعاملوا فعلا الدنيا انها لعبة، وهذا الاشي غلط كبير. ليش؟ لانه فعليا والله العظيم يعني مش عشانها اللعبة وهي قناتي، لا، فعليا عبارة عن نعمة انه احنا بنعرف انه انت ما بتعيش غير اليوم، وانت عارف انه ما عندكش غير 24 ساعة، فمهمتك بكل بساطة انك تتقن هاي ال 24 ساعة، ومهمتك بكرة انه يكون بكرة احسن من اليوم حتى لو 1%. هاي مهمتك في هاي اللعبة، انت مش لازم تقعد تفكر لبعد 5 سنين انا وين بدي اروح، ولا تنغروا بالنجاحات اللي الناس بتطلع فيها على الشاشات. هذا الاشي منيح انه يولد فيك طاقة انك بدك توصل للمكان اللي انت بدك توصله، لكن ظلك conscious باليوم، ظلك واعي باليوم، خلي تفكيرك مربوط بشو بدي اعمل بعد ساعة، شو بدي اعمل بعد نص ساعة. هيك عن جد بصير في عندك efficiency، يعني بتكون مركز على الاشي اللي انت قاعد بتعمله. وكبسولة الزمن رح نحكي عنها بكرة ان شاء الله بالفيديو، رح تعرفوا بالضبط كيف فعلا حتى لو ما عندك وقت، حتى لو ما عندك وقت كيف رح تعرفوا تطلع وقت. الموضوع مش سحر، الموضوع انه تعصر نفسك وتحصر نفسك في زمن معين لتخلص وتبطل تمطمط في الاشي اللي انت قاعد بتعمله. المطمطة زيها زي المماطلة بس على شكل ابسط. المهم ركز باليوم، ركزي باليوم، انتوا مش عايشين غير اليوم، وهذا الاشي منيح. اليوم اذا كان جنة ممتاز ضلك شاد فيه، واليوم اذا كان جهنم اعرف انه اليوم بنتهي وبكرة ممكن يكون اشي ثاني، وعلى الاغلب راح يكون اشي ثاني. يا ما نمنا وصحينا وسبحان الله هذاك كان عالم اخر، واليوم لما صحيت لقيت عالم اخر. فبسيط وواضح الموضوع، ركزوا وفعلا عيشوا الدنيا كأنها لعبة، ركزوا عيشوا بيومك، اربط نهاية يومك بجائزة، وراح نخصص حلقة للجائزة قبل بداية التحدي عشان تعرفوا بالضبط كيف تستغلوا هذا الموضوع. وخلي دايما عينك لما تيجي بدك تزيغ عن الاشي اللي قاعد بتعمله رجعها وقول اشتغل اللي عليك عشان تأخذ الجائزة. هيك انت ربطت نفسك فقط في يوم واحد. هذا واحد من اكبر الاخطاء اللي بوقعوا فيها كثير ناس، فمش انتوا يا ابطال اللي توقعوا فيه، انتوا مرقتوا باكثر من تحدي. المفروض انه فعلا اذا انه الواحد فيكو فعلا صدق مع نفسه وفعلا استمر على العادات اللي حاولنا نبنيها، الوعي تبعه اختلف، وهذا كل اشي انت لازمك لتغير كل اشي في الدنيا. فان شاء الله راح تشوفوني باكثر من فيديو خلال الفترة القادمة قبل تحدي 60. وبالنسبة لوين ثائر وين كنت، انا بصراحة فترة الشهرين الماضيات كلياتهم كنت مقضيها زي ما تحكوا في كبسولة، قاعد مع نفسي وقاعد بعمل ريسيرش في كثير امور، من الداتا اللي عندنا في التحديات السابقة ومن النظام اللي قاعد انا بشتغل عليه ان شاء الله لجهز لكم اياه، قاعد بطور فيه كثير شغلات والحمد لله رب العالمين. يعني والله العظيم اللهم لك الحمد، ولا تنسوني كمان بدعواتكم لانه والله العظيم انا شايف البركة فيها، لانه في كثير شغلات ان شاء الله جاي لقدام. فهذا اللي كان شغلني، لكن ان شاء الله فيه افادة للعبة ومجتمعها بإذن الله. فهذا كان الفيديو لليوم، بتمنى منكم يا أبطال تأخذوا هذا التحدي بكامل الجدية، مما يعني أني بدي إياكم تكونوا واقعيين جدا. إذا عندك مشاكل حلها، إذا عندك قصور في بعض الأمور في حياتك الشخصية وبدك تطلع على هدف شخصي، خلي هذا الهدف. الستين الجاي بتقدر تعمله أحسن من أي إنسان، بس تحل مشاكلك الخاصة. فركزوا انه تكونوا واقعيين جدا، احنا عايشين في عالم ما فيش فيه لا سوبرمان ولا باتمان، احنا عايشين في عالم انت وانتي فيه الابطال. وعشان ينصنع البطل لازم يكون صادق مع نفسه، امحي اي اشي واقف في طريقك للهدف في حياتك الحالية، مما يعني حل كل المشاكل. ولا كيف بدك تسقل هذا البطل؟ فالدنيا لعبة، كون واقعي ولا تغمض عينك على عفن موجود في حياتك وتطلع في مكان ثاني، لأنه هذا العفن رح يجي يوم ويطلع لك. انسى كل الدنيا ولا تقارن نفسك في غيرك، وارجع على هذا العفن واجتثه، لأنه إذا أنت اجتثيته أنت فعلا فضيت الساحة إلك وللحلم. وإذا وصلت لهالمرحلة بإذن الله طريقك خضرة. ليش؟ لأنه أنت عارف بأنه ما في إشي رح يوقفك غير الموت. فبس اللي بيكون واقعي بيكون بيلعبها صح.
عاشوا الأبطال، وإن شاء الله بشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.